بكره ان شاء الله يوم عرفه، يعني ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفه كما كان يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يوم مبارك طبعا، والنهارده كمان يوم الترويه، ايام كلها خير وفضل وبركه. ناس كتير ان شاء الله يعني ناوت تصوم بكره تطبيقا للسنه المطهره. نعرف الفضل الكبير والثواب العظيم لصيام يوم الوقفة مع ضيفنا اللي هينورنا إن شاء الله في استوديو صباح الخير يا مصر. النهاردة بنرحب بالشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر الإعلامي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني خلينا في البداية نعرف السادة المشاهدين صيام يوم عرفة، فضائل صيام يوم عرفة، ايه المفروض نعمله في يوم يعني مبارك زي ده عشان حتى ناخد الثواب والاجر ان شاء الله. اولا بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. أيام عظيمة جدا، من أعظم الأيام وأحب الأيام إلى الله عز وجل هذه العشر. قال فيها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأعظم هذه الأيام العشرة يوم عرفة. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأعظم الأيام وأحبها إلى الله عز وجل. ربنا لما بيقسم بشيء في القرآن الكريم يقسم بعظيم، مش يقسم بحاجة كده هينة أو قليلة. الله أقسم بيوم عرفة، قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع إيه هو؟ الشفع يوم 10 من ذي الحجة، والوتر هو يوم 9 من ذي الحجة، لأن الوتر فردي في يوم 9، والشفع زوجي فهو يوم عرف، يوم النحر، يوم والشفع. الله يقول أيضا في القرآن الكريم: لا أقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فكون إن ربنا يقسم بيوم في القرآن الكريم هذا يوم عظيم. والله تبارك وتعالى لا يقسم في القرآن، لا يقسم إلا بعظيم. لماذا اكتسب هذا اليوم هذه القيمة العظيمة في تاريخنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه أحاديث كثيرة جدا. من ضمن هذه الأحاديث للحاج الذي يقف على عرفات، وهناك أحاديث لغير الحاج الذي لا يقف على جبل عرفات. تخيل أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. عشية يعني من بعد صلاة العصر. مع أن الطبيعي كما في الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. إلا في يوم عرفة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكرمه، تنزل رحمته، تكثر رحمة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يدنو من عباده، تدنو منهم رحمته وفضله وكرمه من يوم من العصر. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم عرفة يهبط الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمال وكعدد قطر المطر وكزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. سيدنا رسول الله قال في حديث سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر يرويه، سيدنا رسول الله يقول لسيدنا بلال: يا بلال أنصت لي الناس في يوم عرفة. بيقول سيدنا بلال: سكت أسكت لي الناس. فيقول سيدنا بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل أتاني آنفا، لسه جاءني الآن،
وأقرأني من ربي السلام. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله تبارك وتعالى أغفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام، بمكان بجوار عرفات، وضمن عنهم التبعات. التبعات اللي هي الحقوق اللي بين العباد اللي مش هيقدر يأديها في الدنيا، تعثر في أداء حقوقها، فإن الله تبارك وتعالى يضمنها لهم يوم القيامة. فقال سيدنا عمر لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم. فقال سيدنا عمر: قد كثر خير الله وطاب. يعني المزية دي اللي هي غفران الذنوب للحجاج للواقفين بعرفات، مش اللي كانوا مع النبي بس، أي حد هيقف بعرفات ليه المزية دي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي قال لنا في يوم عرفات: اغتني يوم عرفات، هيئ نفسك ليوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم جدا، يوم من أعظم أيامك ومن أفضل أيامك ومن أحب أيامك لله. هيئ نفسك ليه. الواحد لما بيطلع رحلة أو مكان معين بيهيئ نفسه لهذا الشيء أو لهذه الرحلة، وهي رحلة دنيوية لإمتاع جسده أو لرغباته. فبالك أنت رحلة مع الله يوم واحد، هيئ نفسك يوم الله يهبط فيه ويباهي، الله يعتق فيه الخلق من النار. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو عبيدا من النار من يوم عرفة. إنه ليدنو ويدنو ويقول: ما يريد هؤلاء، ما يريد هؤلاء. فربنا بيعتق العبيد من النار، لكن ربنا يجعلنا من أهلها يا رب. لكن الواحد يلجأ لله تبارك وتعالى. طيب فضلت شيخ، ويعني حابين نعرف برضو من حضرتك إيه المستحب فعله في يوم عرفات، طبعا بجانب الصيام، إيه لو في أي أحيان بيبقى في أفعال مش بالنسبة لنا ما نبقاش عارفين، بتبقى غير مستحبة، ما بنبقاش عارفين إنه عملها ممكن شوية يضعف من الأجر والثواب، فخلينا نعرف من حضرتك إيه المستحب فعله في يوم عرفة وإيه اللي يجب علينا تجنبه. طبعا من أعظم الأشياء والأعمال عند الله في يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، الصيام. لأن اللي على عرفة السنة في حقه ما يصومش، ما يصومش، ما يصومش، وده فعل النبي. يعني النبي في يوم عرفة بعض الناس حبوا يصوم، فراح النبي عمل إيه؟ جيء له بقدح كباية فيها لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس كلهم. يعني يقول لهم عرفة، الواقفين بعرفة السنة في حقهم ليس الصيام، أما في غير الواقفين بعرفات السنة في حقهم أن يصوموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله والتي تليه، والسنة التي بعده تليه. يعني الصيام في عرفة ما فيهوش فصال، اللي يقدر على كده ما يفوتش الفرصة دي. اللي عنده عذر، مرض، سفر، كبر سن، مش قادر يصوم، ينوي نية الصيام. والله يعطيه أجر الصائم. صحيح. ويكثر من ذكر الله تبارك تعالى ومن الاستغفار. وبالمناسبة يوم عرفة هيوافق يوم سبت. فما فيش أي مشكلة الإنسان يصوم يوم السبت ده منفرد. ليه؟ لأن النبي لما نهى عن صيام يوم السبت منفرد، اللي هو يعني ما هوش حاجة خالص، وقال أنا هصوم كده يوم السبت. فلا، لكن يوم عرفة لما يوافق يوم سبت أو يوم جمعة يجوز لأي حد فينا أن يصومه منفرد. يبقى إذن الصيام. تاني حاجة البعد، كل البعد عن أي حاجة تغضب ربنا أو ربنا ما يحبهاش. سيدنا رسول الله قال في هذا اليوم، هذا يوم، يعني يوم عرفة، من ملك فيه ثلاث حاجات: من ملك فيه سمعه، ما سمعش حاجة حرام، من ملك فيه سمعه وبصره لم ينظر إلى حرام، ولسانه لم يتكلم بحرام، بغيبة، بنميمة، كذب، بزور، بكذا بكذا بكذا. يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه إلا غفر الله له. جميل. طب هل هناك دعاء محدد أو محبب أن يذكر هذا الدعاء يوم عرفة؟ يعني هناك أدعية، وهناك طبعا من المهم الإكثار بالتسبيح والذكر على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان
يتعامل ويتعايش سيدنا النبي مع هذا اليوم وأفضل دعاء كان يجري على لسانه؟ أفضل دعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يعني في الآية من عشرة أفضل عمل التكبير، لكن يجي من يوم عرفة التهليل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني لو قعدت يومك كله الفارق ما بين التكبير والتهليل، تهلل. التكبير هو عن أن تجعل كل شيء أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. أما التهليل لا إله إلا الله، توحد الله بالعبادة وتفرد الله بالعبادة وبالألوهية. أنا ربي واحد وإلهي واحد وأعبد إله واحد. بالعكس اللي يكثر من التهليل في هذا اليوم الله تبارك وتعالى يعتق رقبته من النار. وهو زي ما النبي قال اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كعتق رقبة، لكنه أعتق رقبة لله تبارك وتعالى. والذي يعتق زمان ما كان فيه عبيد أو رقاب، يعني فاللي يعتق رقبة كأنه يعني ربنا يقول يا رب أنا أعتقت، فيا رب أعتقني من النار. فكون إن النبي يقول لك أكثر من قول لا إله إلا الله عشان ربنا بيحب التهليل، ولما ربنا بيحب التهليل بيعتق العباد من أجل هذا التهليل. فعلى الإنسان في هذا اليوم أن يكثر من قول لا إله إلا الله، ويكثر من الدعاء، أي دعاء يطلع من قلبه ده بيكون جميل جدا. لكن يشترط في الدعاء أن ما يكونش فيه إثم ولا قطيعة رحم، يعني ما ينفعش يدعي بحاجة فيها قطيعة رحم أو إثم، بل يدعو أن يعتق الله رقبته، يدعو أن يغفر الله له، يدعو أن ربنا ييسر له أموره في الدنيا، ربنا ييسر له أموره في الآخرة، يدعو من خير الدنيا والآخرة كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يغتنم اليوم ده من أول إن يوم عرفة بيبدأ من الظهر، ظهر يوم 9 ينتهي يوم عرفة لغاية فجر يوم 10 فجر يوم النحر. فدليل عظيمة جدا اللي كمان ليلة العيد. يعني يوم عرفة مش يوم نقضيه كرجالة أو كستات في البيوت، نظف البيوت ويشتروا وينشغلوا بأمور الدنيا، لا. يوم عرفة فرصة ذهبية، بس ده مهم برضو، مهم أكيد مهم لكن مش اليوم كله. لن تتكرر فرصة ليك كرجل أو كست أو كأولاد في البيت، لن تتكرر. على الأقل من الظهر للمغرب الواحد يقضيها مع الله، يعني يقطع العلاقة مع الناس مع الخلق ويتصل بالله تبارك وتعالى. من الظهر للمغرب، أيوة دي أيام يعني وقت لا يعوض، من أفضل الأوقات عند الله تبارك وتعالى. من الظهر لغاية المغرب. طيب فضيلة الشيخ، بما أن حضرتك ذكرت يوم النحر، لو في شخص أو أسرة كانت متعودة على سبيل المثال أنها تذبح كل سنة أو تضحي كل سنة، ولأي سبب من الأسباب المقدرة أو الظروف ما ساعدتش السنة دي، ممكن هل فعلا صحيح أنه ممكن يشتروا مثلا عدد معين من الكيلوات مثلا للحم أو كمية معينة ويوزعوها، ولا بيبقى نفس الثواب أو نفس الأجر، ولا لازم التضحية؟ نحر الضحية سنة عن سيدنا رسول الله، ومعنى الضحية إهراق الدم، يعني يذبح، يعني لا تجزئ ولا يغني أن الواحد يروح يشتري لحمة ويتصدق بها، حسبت له صدقة. أما الضحية لابد أن يهريق الدم، يعني يشتري خروف أو ماعز أو يشترك في عجل أو بقرة أو جمل ويذبح هذا الشيء لله تبارك وتعالى. طب هو غير قادر على أن يشتري الضحية، ينوي نية الضحية، وكما قلنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صحيح. النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنا متعود على حاجة وحصل عندي عذر، حصل عندي مرض، حصل عندي صفة مش قادر أدي اللي أنا كنت متعود عليه، ربنا بيديني الأجر اللي أنا كنت بعمله في حال مرضي أو سافر أو عذري. فربنا يديه الأجر بالنية أنه مش قادر وعاوز يعمل ضحية. ربنا يكتب لنا صالح الأعمال. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شرفتنا ونورتنا. كل عام وأنتم بخير. شكرا لك.